سنأخذكم اليوم في جولة داخل أروقة متحف الشرق العلمي الذي تم افتتاحه في 17 من أبريل عام 1996. في هذا المكان ستستمتعون باكتشاف العلوم، فهو المكان الأفضل للأطفال والعائلة. فيه البيئة المحفزة والآمنة والأجواء التعليمية المشوقة، إذ يتيح لجميع الأعمار خوض تجارب علمية تفاعلية ممتعة. المتحف يبين لك الأشياء العلمية وكيف تقدر تشوفها ويعطيك فكرة عنها. كل الأشياء اللي هنا حلوة لأنها تعطيك فكرة عن كل شيء هنا، يعني مثلا كل واحد يعطيك فكرة عن شيء ثاني، يعني مثلا هنا مثلا يعطيك عن العالم الصغير، هناك مثلا يعطيك عن التوازن، هناك يعطيك عن شيء، يعني كل مكان له فكرة، كل لعبة لها فكرة. مثلا يقدم متحف الشرق العلمي عروضاً جميلة تشجع زواره على الابتكار والإبداع، حيث يحتوي المتحف على أكثر من 50 معرضاً شيقاً، ويوفر العديد من البرامج والفعاليات الخاصة للأطفال. وستتمكنون من مشاهدة أروع وأجمل ما ابتدعه عقل الإنسان المفكر من إنجازات وأعمال في المجالات العلمية والتكنولوجية. متحف الشرق العلمي بيغطي مجالات العلوم كلها، اللي هي الفيزياء والأحياء والكيمياء، بطرق مختلفة. طبعاً في معروضات ثابتة موجود عليها معلومات وممكن الزائر يجربها، أيضاً في عنا عروض حية يعني بيحضرها الجمهور، كمان بتغطي مجالات العلوم وحتى مجال الفلك. غير أنه متحف الشارقة العلمي بيحتفل بجميع الفعاليات العلمية تقريباً، اللي هي يوم البيئة، يوم الصحة، ويوم الفلك، يعني بيغطي جميع المناسبات العلمية اللي بتقام في العالم. يستطيع الأطفال في متحف الشارقة العلمي اكتشاف قوانين الطبيعة والتعرف على العلوم والقيام بالتجارب واكتشاف الديناميكا الهوائية والفيزياء الحرارية وعلم وظائف الأعضاء والمشاركة في تجارب عروض الشحنات الكهربائية واستطلاع أسرار الفضاء واختبار ردود فعلك والتعرف على إمكانياتك.